السلام عليكم، نعود معكم نتكلم الحين على الكو سيميوليشن ونعطي اكزامبل. فيه الاكزامبل بنتكلم على الكتريكال فيهيكل تشارجنج انفولز ا ديستريبيوشن جريد سم اذر لودز ساتش از هاوس هولدز از ويل از ا باتري سيستم سمارت كار تشارجنج الجوريثم اند ستوكاستيك اوف كارز درايفنج اند باركينج اند تشارجنج. Depending on your research question, يعني إيش اللي أنت بدك إياه, you are looking for some particular answers. عادة باجي بتطلع, هل أنا بدي أطلع على ال research question, إيش أرخص الأوقات, هل أنا بدي أطلع على كيف أدعم الشبكة, هل أنا بدي أطلع على كيف بدي أعمل charging للبطارية للسيارات. هذه كلها هي أسئلة ممكن نطلع عليها ونعملها analysis. هذا بدي أطلع إيش بيحصل الشبكة لما البطارية السيارات تبدأ تعمل charging, ولا هاي كل هذه شغلات ممكن. Maybe it is a fair charging algorithm for instance, يعني الشخص وقت ما بده بقدر يشحن سيارته, ولا في أوقات معينة السعر بتغير فيها بيبقى أغلى أرخص. بدي أطلع على عادة شحن السيارات, بتطلع على إيش أرخص الأوقات لنشحن السيارات. We have spoken extensively about the kind of problem you will face by squeezing all these different domains into one modeling tool. وهذا طبعا بيجي الآن إيش الموجود عندي. موجود هاي الشبكة تبعتي. الآن الشبكة في عندي household load profile, البيوت وقت إيش بتشتغل وقت إيش بتستهلك أكثر طاقة عادة في أوقات الناس اللي بتبقى فيها بالبيوت. التشارجنج كنترول ألغوريتم, وقت إيش أعمل تشارج وقت إيش أعمل ديستشارج. بنتكلم على الرياليستيك باتري موديل, إيش البطاريات, كيف الموديل تبع هذه البطاريات, قديش الاستيعاب, كل التفاصيل تبعت البطاريات, قديش الشحن لازم تنزل عندي كم. فهذه في معضل, وهذه ممكن ناخذها من واحد خبير, يعني هو اللي يقولنا هذه الامور عشان يعطينا ايش نقدر نشتغل وناخذ ارقام حقيقيه. ستوكاستيك درايفنج باترنز, وقت ايش هذا بيمشي وقت ايش هذا بوقف, ايش المعلومات عندنا, قديش المسافات اللي بدي اقطعها, كل هذه ستوكاستيك. الآن use case implementation زي ما حكينا driving behavior, هاي الموديل تبعي driving behavior distribution departure duration length, هذا بالنسبة للمعلومات electrical vehicle schedule battery charge وقت ايش انا بشحن, هذا كله هي بنتكلم عنه في simulation. هذه معلومات trip, هذا اللي عندي التشارجنج, تشارجنج بوينت جروب, تشارجنج مانجمنت, تشارجنج امتى بدي اعمل. الان الباتري موديل هذا عادة باخده من الاف ام يو او الاف ام اي اللي عندي التشينج, هذه معلومات بناخدها من خبراء. الديستريبيوشن جريد قديش القدرة تبعتها, قديش اوقات السحب عليها, كل هذا بقدر اعمل سيميليشن لهذه على بحيث اشوف وقت ايش انا اقدر اعمل تشارجنج للهاي, واحيانا حتى وقت ايش اعمل ادعم الشبكة اعمل ديستشارجنج للسيارة اللي عندي. الان برضو من الشغلة المعلومات المهمة اللي عندي الستيب سايز الموجود عندي والفولتج الموجود عندي, يعني هنا الستيب سايز بيختلف عندي حسب الها, يعني مثلا هاي الشبكة هاي بطلع عليها هذا ريال لايف. الان لما باجي بطلع عندي هان بلاحظ الموجود عندي هذا مثلا هاي عندي اللون البرتقالي, هان الاهان اللور ليميت هاي الموجود عندي اللون الاحمر اللي هان without electric vehicles. الان هذا اللون without control, ايش بلاحظ عندي الشبكة نزلت هنا بدون اي control. لما ادخل smart control الاخضر ايش بصير عندي الستيب سايز هنا بصير صغير, والالكتريك فيهيكل ممكن يدعم الشبكة ويطلعها. لا كل ما الاوقات اللي عندي الالكتريكال فيهيكل بقدر استخدمه كمصدر لدعم الشبكة, يعني مصدر طاقة موجود عندي في هذا المجال.
الآن أنا بقدر برضو بوجود معلومات عندي عبر الشبكة والهاي إيش بقدر؟ بقدر أطلع على شبكة الـ ICT الـ Information and Communication، إيش بعمل فيها عشان أمثل الريل الواقع الحقيقي؟ بقدر أدخل ديستورشن لهذه الشبكة، بقدر أشوف لو صار عندي ديلي نتيجة إنه بعض الباكج لوست، طب ايش بدي اعمل السيستم تبعي؟ هذا كله هي تبع اعمل له سيميليشن على في الموديل تبعاتي، وهذا بتعكس الواقع الموجود عندنا. الان في برنامج مستخدم بسميه يعني انتاج الماني اسمه باور فاكتوري، وهذا مستخدم في بشكل اساسي في يعني اللي صممته شركه ديج سايلنت، هذه من المانيا، وهذا خاص بالسمارت جريد. هذا بيستخدم الجرافيكال اند تكستوال اليمنت وير يو كان ديفاين سيميليت اند اند ان ذا اند اولسو انالايز يور سيستم. ات هاز لوتس اوف انترفيسز فور كو سيميليشن فور جرافيكال انفورميشن سكادا اند سو فورث. اللي عندي اهم شيء هذه المنطقه اللي بنتكلم عنها، هذه بنسميها الديتا سنتر تبعي. ليش هذه؟ هذه فيها كل اللايبراري عندي الموجود هنا. السوفت وير هذا سنترال اليمنت اوف ذا سوفت وير از ذا داتا مانجر. الداتا مانجر فيه كل اللايبراريز، اللايبراري للترانسفورمرز، للنتورك، الباصز، لكل شيء، للرينيوبل انرجي، كل شيء موجود عندي. الحاجات الثانيه انا بقدر اعمل اي كل انواع الاناليسز اللي عندي في هذا، يعني بقدر اعمل هرمونيك اناليسز، ايجن فاليو ستابيليتي اناليسز، بروتكشن ريلايبيليتي كالكوليشن، باور فلو، اوبتيمال باور فلو اند سو اون الموجود عندي. والستيب سايز اللي عندي بقدر اتحكم فيه في هذا المجال، واقدر اعرف المعلومات في كل شيء في هذا. اتس جرافيكال انترفيس، يعني هذا بتعطيني صور للحرارة، بتعطيني تفاصيل عن الشبكات. باور سيستم بتعطيني ان سنجل لاين دايجرام اور هيت مابس اند جرافيك ريبرزنتيشن اوف يور سيستم. وبرضه بتقدر تعطيني ايش اللاين لودنج اند اذر فينومينال بقدر امثلها فيها. الان برضه في عاده في ارض الواقع السيستم عندي ممكن اعمل له ديسكريبشن باستخدام نون لينير ديفرنشال ايكويشن، لينير ديفرنشال ايكويشن. عاده اللانجوج الدي اس لانجوج اللي عندي هاد ديسكرايب لينير نون لينير الجبريك اليمنت اور اذروايز. البروجرامينج لانجوج كان بي دان جرافيكال فيرجن اور تكستوال، يعني بقدر اعملها على شكل جرافيكال او على شكل تكستوال زي ما هو موجود عندي. بتقدر تعطيني هذه بيسك تو اليمنتس اللي هي الكلاس، بتعطيني التفاصيل هذا، او اللي عندي انستنتيشن اند افري نيد تو بي انيشلايز، يعني هذا بتعطيني العب فيهم واغير في التفاصيل الموجوده عندي. برضو ايش هذا بتعطيني؟ يو كان دو سكريبتنج اند ران مالتيبل سيميليشن اوف ديفرنت سيناريو تو اوبتمايز ا سيرتن اسبيكت اوف يور سيستم ديبندنج اون وات يور ريسيرش كويستشن، يعني هذا بتعطيني كيف انه اغير فيهم واخذ التفاصيل اللي عندي واشوف كيف السيستم بمشي عنده وين رايحين في هذا المجال. طيب ايش بيعطيني؟ فيزر فيرسز اي ام تي اللي هي الالكترو ماجنتيك ترانزيت. ايش اللي عاده لما بدي اجي اتكلم عندي بقدر اعمل يعني في السيميليشن، بقدر اعمل ريال لايف ميجرمنت، بقدر اعمل ستاتيك اناليسز او دايناميك اناليسز. الان اطلع عندي الخطوط المتعرجه، هذه التفاصيل اللي عندي. الان هذه بين عندي كل التغير في الفريكوانسي مثلا هذا الموجود عندي، او بقدر اطلع عليها هذه اللي بدي اشوفها هان اللي هي اللون الازرق، هذه اللي بسميه الفيزر. انا بطلع على 1 فريكوانسي الموجود عندي اللي هي بطلع مثلا على البيج بيكتشر، انا بديش اشوف الايش هذا بنسميه الانفلوب، يعني
بعبارة تانية، أنا بدي أشوف الانفلوب، بديش أشوف التفاصيل الموجودة عندي. Simulation features of power factory static analysis بتعملني لما الإكواليبريم nothing is moving anymore derivatives all zero، أو أحيانا لما بدي أغير في بعض الشغلات وأعمل يعني خلينا نقول analysis تانية at several times أو different steps، فهذه بنسميها quasi dynamic analysis أو transient stability simulation اللي بنسميه phasor domain simulation، اللي هي covering microseconds وmilliseconds وseconds في هذا المجال اللي بنتكلم عنه. طيب other power system tools زي إيش؟ ميتا باور اللي هي مات باور اللي هي مع اوكتاف سوفتوير. اذا كلكم بتعرفوا الماتلاب، الماتلاب في سوفتوير مجانا اسمه اوكتاف سوفتوير، واستخدموه طلاب يمكن قبل 10 سنين او اكثر، اشتغلوا عليه، يعني هو شبيه جدا بالماتلاب، يعني حتى الشاشه تبعته شبيهه بالماتلاب، عندهم برنامج وهذا مجانا، هاي الميزه عن الماتلاب فيه. فأكتاب مجانا ممكن تنزلوا المات باور وتشتغلوا عليه في هذا المجال، وهذا كله مجانا. كان بروفورم طبعا calculation such as ACDC power flow calculation and even optimal power flow calculation. ايش عندي؟ PSAT software، هذا برضو free software based on MATLAB simulating the dynamic of your system. PSAT has also both graphical and textual programming option where you can describe the equation of your components. في النموذج الأخير اللي عندي بنسميه الأوبن مودلكا أو أوبن IPSL software. الآن هذا برضو فري. الآن هذه الأوبن IPSL باكج فيها كل التفاصيل، يعني المادلكة حتلاحظ فيها تفاصيل كثيرة بتخص الرياضيات وبتخص غيره، وفيها انت بتقدر تستخدم الجرافيكال وبتقدر تستخدم الاكويجن اللي عندي، وهذا فيها الباكج هذه فيها الرينيوبل انرجي والسمارت جريد كومبوننتس ككل. ويمكن انا يعني لاحقا في هذا المساق حدربكم على الاوبن مادلكة وكيف تستخدموه في هذا المساق. هيك بنبقى خلصنا الوحدة اللي هي بتتكلم على بشكل أساسي بنتكلم فيها على الهيتروجينيوس سيستم، وإن شاء الله بنتكلم معكم بعد هيك على الباور فلو والأبتمال باور فلو في هذا المجال. وهيك يعطيكم العافية لهذا الأسبوع. مع السلامة.